شو رأيك نيلا؟ لما ريشي رح يسأل لاكشمي لوين هي راحت، رح تقله الحقيقة ولا رح تسكت؟ شو صاير قولي؟ ولا شي، بس جيت أتمنى لك التوفيق بالعرض. ما بدك تخبريني؟ على فكرة أنت مشوشة حتى بأمنيتك لإلي. ريشي ما في شي يقوله، أنت انسى الموضوع وركز على العرض بس لو سمحت. شكرا. بعرف لاكشمي انك مخبي علي شيء، واكيد في سبب عم يمنعك انه تحكي. انا رح استنى، بعرف رح تخبريني لما يصير الوقت المناسب. سلام. اسفه ريشي لاني ما بقدر خبرك وين كنت. اسفه. اجيت مشان احكي مع اخي ريشي، بس هلا اكتشفت شي جديد. هي لاكشمي ما خبرت ريشي الحقيقه، هالبنت ذكيه اكثر من المتوقع. شي حلو. رح نسال ريشي بس ينزل، يمكن لاكشمي ما خبرته. هيك عم بقول، من شكله مبين ما رح تخبر ابني ريشي عن الحقيقه. ريشي صباح الخير. صباح الخير. صحيح عمتي، شفتي لي ايوش وينه؟ ما شفته، المفروض يكون بغرفته. هو ما بيفيق بكير مثلك انت. مكيش شفت لي ايوش؟ استاذ السيد ايوش راح على حفله ليله امبارح، بس هو لهلا ما رجع على البيت. شي ما بيتصدق، حكيته بأسوأ امبارح وهلا بيتصرف بهي الطريقه. رجاء عمتي صحي ايوش، يتحمل المسؤوليه شوي، ما عم يركز بالشغل، غلط بالعرض التقديمي وهلا وقت الاجتماع ولازم نروح. وينه؟ ما في داعي تقلق ابدا، ايوش رح يلحقك. أقول لك بيجي أنا وبجيبه معي. كريشما يلا دقي لأيوش. طيب شوفك أكيد. بعدين باي ماما. باي عمتي. باي. أهلين أبهاي، كيفك؟ فريندرا وينك؟ لازم شوفك وفورا. بس أنا هلأ رايح على الشغل. قلي شوفي. بقول لك بس شوفك، خليك بالبيت، جايين لعندك أنا وكيران. أبهاي قلي الأمور بخير؟ لا الأمور مانا بخير، بخبرك بشوفك. أخي أيوش ما رد علي. ولا يهمك، منتصل فيه بعدين. أبهاي دق لي من شوي، كان مكركب حتى أنه طلب مني استناه. أبهاي جاي لهون؟ شو؟ في موضوع بخصنا يعني؟ ولا بخص لاكشمي الموضوع؟